والالوكيت اكسبوجر، يعني هون الانفستيجيتر هو راح يطعي الاكسبوجر للكيسات. فلهذا هنوكا كان بالكوهورت استديهم كان عندهم اكسبوز، يعني تعرضوا الى سموكينج او مثلا كان عندهم الكحول انتيك، فلهذا الاكسبوجر هون هي اخذونه. لكن بالانترفيشن استدي ذا انفستيجيتر يعني الباحث هو بذات نفسه يطعي الاكسبوجر للكيسات على مود يكمل الدراسه. فلهذا عندنا هون بالنسبه عندنا الراندومايزد كنترول تريال، عندنا اول نوع اللي هو يسموها الراندومايزد كنترول تريال. Individuals similar at the beginning and are randomly allocated and exposed to a treatment group and control group. يعني عندنا treatment group and control group. هون طلاب بالinterventional study ايش عندنا؟ عندنا treatment group، يعني ايش؟ مثلا انا اريد ادرس، اريد اخذ دراسه على فد نوع من النيو تريتمنت، بدي اشوف مثلا هذا التريتمنت يفيدني، يعني لو يعني يطعي اكسس نجاح بالعلاج لو لا. فلهذا هون مثلا اطعيهم فد نوع من الدواء، مثلا بيتا بلوكر، اريد ادرس على البيتا بلوكر بدي اشوف تاثيره على الهارت او لا. فلهذا هون ايش راح اقسم تريتمنت جروب يعني اللي ياخذون الدواء، وكنترول جروب اللي ما ياخذون الدواء. هون انا بذات نفسي اطعي الدواء للمريض. فthe outcome of the group are compared after sufficient follow up time properly executed. The randomized control trial is the strongest evidence of a clinical efficacy of a preventive and therapeutic procedure in clinical setting. وتكون عادة اقوى انواع هي الراندومايزد كلينيكال تريال. الفرق عن الكوميونتي تريال، احنا هون شغلنا بالراندومايزد كنترول تريال. الكوميونتي تريال انه كوميونيتيز انستيد اوف انديفيدوال. هون انا طلاب اخذ انديفيدوال يعني انديفيدوالز اخذ بالراندومايزد كنترول تريال، لكن بالكوميونتي اخذ كوميونتي انستيد اوف انديفيدوال ار الوكيتد اند اكسبوز تو ان اكسبيرمنت. The experimental group of community exposed to an experimental factor اللي أنا أحدده بالدراسة and the control group of community that must expose. يعني أخذ مثلا two community أطعيهم experimental factor و community لا، اللي يسموهم treatment group and a control group. The result are compared. بعدين ممكن نقارن النتائج، بس هون إحنا ما تفيدنا قبل هذا. يأخذون community، ما أكون دراسة نأخذ community تكون قليلة، فهون أخذ individual أسميه treatment group، طلاب اللي يأخذون التريتمنت اللي اريد ادرس عليه وانا، والكنترول جروب اللي ما ياخذون، ونشوف بعدين كومبير ذا ريزلت. Randomized control trial انه the group the first is experimental. ايش نوع الطلاب الاكسبيرمنتال؟ يعني انه اللي ياخذون الاكسبيرمنت يعني are exposed to a factor as experiment under medical supervision. انا مو اطعيه الفاكتور واعوفه، لا، لازم اكون معاه فولو اب، بلكي ديفلوب سايد افكت، بلكي المريض اصلا ما عاد ياخذ، يكذب علي يقول لي انا عاد اخذ. فلهذا under medical supervision. العفو، نعم. عطيتي السلايد الاول والثاني تمام؟ اي نعم. يا دكتوره يمنى اللي حدنا ان احنا بعد بالسلايد الاول. عجب، ليش؟ انا عندي فول سكرين، اتطلع اتقلب السلايدات عندي. كان نفس الشيء عندي. غير الفول سكرين. شلون طلاب؟ الغيها الفول سكرين، هسه يمنى اللي حدنا احنا السلايد الاول. اوكي، الغيها الفول سكرين. زين. ايه هسه رجع، هسه تمام. ها، هسه طلاب عم تظهر لكم السلايد الثاني؟ طبعا مشكلة، انا لابتوبي هاليوم الصبح صابينه مشكله بعد ما يعلق، حضرت لابتوب ثاني وسحبت المحاضرات على فلاش ميموري واخذت لابتوب جديد، زوم ما منزل. مشكله دكتوره بالفول سكرين، ما حاجه بالفول سكرين. اوكي، هسه عم تلاحظون السلايد الثاني طلاب؟ انا اوكي اعيد. Randomized control trial، هون randomized clinical trial من اسمه clinical، هون conducted among individual، يعني اخذ individual اقسمهم الى treatment group and control group. التريتمنت جروب اطعيهم الاكسبيرمنتال فاكتور اللي مثلا نيو تريتمنت، والكنترول جروب ما اعمل لهم، ما انطيهم شيء واتبعهم فولو اب، بعدين اشوف الريزلت، اقارن الريزلت مال التريتمنت جروب والكنترول جروب. هذا طلاب بالنسبه لايش؟ بالنسبه للكلينيكال تريال. السكند اللي هو الكوميونتي تريال طلاب، هوني اخذ كوميونيتيز انستيد اوف انديفيدوال، يعني اخذ تو كوميونيتيز واطعيهم هم اكسبيرمنتال فاكتور واقارن اقسمهم الى تريتمنت جروب وكنترول جروب. بس ايش نوع عندي؟ كوميونتي هوني نوت انديفيدوال. وذا ريزلت افتر ذي ار كومبيرد، نرجع نقارن النتائج بين بتوين تو كوميونيتيز. فاحنا تفيدنا اكثر منه ايش نوع الكلينيكال تريال، هاي تفيدنا اكثر. هسه قلب على السلايد الثالث طلاب. دكتورة العفو، بس سؤال، يعني هون نعم، يعني هون الكلينيكال قصد، يعني هون ما عندنا الريسك
او اكسبوجر فاكتور، يعني هون يعني استخدم الدواء بدل الاكسبوجر ونشوف الفرق. هو بالضبط بالضبط، يعني انا عضطعي الاكسبوجر، هون الاكسبوجر الانفستيجيتور هو يتحكم بالاكسبوجر، ينطي يقسمهم الى تو جروب، جروب اللي يسمونه تريتمنت جروب وجروب اللي هو الكنترول. الكنترول ما انطيهم شيء هسه، راح اعطيهم ماده اسمها بلاسيبو، راح اعطي كمية بالاستعدادات الجايه هسه، وتريتمنت جروب ياخذ الاكسبوجر اللي هو مثلا اريد ادرس على نيو تريتمنت، اريد اعمل فرض انترفنشن عمليه جراحيه مثلا واريد اشوف نتائجه. فلهذا اكو سموه تريتمنت جروب وكنترول جروب. الاكسبوجر هوني انا انطينه، يعني الانفستيجيتور هو ينطينه بنفسه ويرجع يتبعه، مثلا دراستي 3 اشهر 4 اشهر 6 اشهر ارجع اتبعه اخذ النتائج واقارنها. وصلت؟ اي دكتور وصلت. الراندمايزد كنترول تريال الجروب، ذا فيرست جروب از يسموه الاكسبيرمنتال جروب او التريتمنت جروب، ذس ذا سبجكت ار اكسبوز تو ا فاكتور از ان اكسبيرمنت اندر ميديكال سوبرفيجن مثل ما قلتوا. والسكند جروب اللي يسموهم الكنترول جروب، ذا سبجكت ار نوت اكسبوز تو ذات فاكتور. These two groups are selected on random basis. طبعا احنا دائما دائما اختيارنا للسامبل ما لازم تكون راندوملي، يعني لازم تكون عشوائيه. فعندنا الراندوم سيلكشن، ليش يفيدني انا الراندوم؟ لان every subject in the sample has an equal chance. يعني اي مول يسالكم السامبل مالتكم قلم احنا ناخذ السامبل مالنا راندوملي تكون عشوائيه. ليش عشوائيه؟ حتى لا يصير عندي بايز، حتى لا يصير عندي انحيازيه. ولهذا حتى انه every subject in the sample يعني كل شخص بالسامبل يكون عنده equal chance to be chosen in the experimental group or in the control group. فأحسن اختيار أنا أختاره بالنسبة للدراسة هو random selection. The main differences between experimental and analytic cohort study، أشنو الفرق؟ أنه ال cohort وال interventional study، أنه is that the investigator in the experimental study allocate by himself the study or the study group into the experimental group and control group، يعني بذات نفسه هو يطعي الاكسبوجر. While in the analytic cohort study the participants are naturally allocated into exposed، يعني أنا أجي أخذ مثلا على smoking، هي أصلا أخذ group control not smoker وgroup smoking وأتبعهم، يعني هو اللي أخذ الاكسبوجر مو الانفستيجيتر نفسه. قوة الدراسة، طبعا مثل ما قلت اكو كل دراسة اكو ادفانتج ديس ادفانتج. الادفانتج طلاب، الادفانتج بالنسبة للانترفينشنال ستدي از ريكارد ذا كولد ستاندرد اوف ابيديميولوجيكال ستدي. اقوى انواع الدراسة طلاب هي الانترفينشنال ستدي، هي الانترفينشنال ستدي از ذا سترونجست اند ذا موست دايركت ابيديميولوجيكال ايفيدنس تو جادج ذا كوزال اسوشيشن. هو اقوى دراسه يدعي الكوزال اسوشيشن. احد يسالكم اقوى انواع الدراسات؟ اقوى انواع الدراسات ات از ذا انترفينشنال ستدي. اقوى انواع يسموه السوبريم كورت، يعني المحكمه العليا، هاي منو انترفينشنال ستدي. Like an experimental in the tab where the exposure is under the investigator control، يكون تحت تأثير يعني تحت الكنترول مال investigator who the control all the factor except the risk factor. يعني دائما انه هون الاستدي هو الانفستيجيتور يتحدى يتحكم بالاكسبوجر اللي راح ينطيله للبيشنت. ثانيا it can detect a mild to moderate difference، يعني اذا اكو بالدراسات اختلافات 10 الى 20% الانترفيشنال ستدي يطيق يشخصها، which is difficult in cohort. مثلا conducting a study in which medication should be given after MI should be at اما تعرفوا مثل اذا صار حدث MI ممكن يطعونه بيتا بلوكر، ممكن كالسيوم شلال بلوكر for prognosis of MI، يشوفوا البروجنوسيس مال MI. Here the differences between them it will be very small، يعني تقريبا اختلاف بيناتهم 2 الى 5، but is very important to find it out to save the patient's life. يعني اذا اخذنا مثل ما تعرفون تاخذون بالباطنية الميكانيزم مال الكالسيوم شلال بلوكر والبيتا بلوكر، اثنيناتهم يشتغلون على MI وبالتالي دي يشوفون البروجنوسيس، بس اكو اختلاف بين البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بروكر اللي تقريبا اكو 2 الى 5% احتمال هذا الافضل، احتمال هذا الافضل. اي مس دراسه استخدم اذا كلش ديفرنس قليلي الكورد ما راح يشخصها، هذا استخدم الانترفينشنال ستدي. It can control and manipulate many confounder، يعني اذا ظهر لي كونفاوندر بالستدي ممكن الانترفينشنال ستدي يعالجه. It can demonstrate the temporal relationship between exposure and outcome with highest degrees of confidence، يعني يطعي مقدار عالي من الثقة
ويطعيك التيمبورال ريليشن شيب. ايش هو التيمبورال؟ انه اكو تايم الشخص يتعرض الى هذا الاكسبوجر فاكتور يتعرض عليه وبعدين تظهر فتره مثلا 3 أشهر 4 أشهر نيجي نشوف كنصار اوتكم اللي هو ايش يسموه التيمبورال ريليشن شيب. هسه راح ناخذه بالمحاضره الاخرى اللي يسمونه انواع الكوزيشن. هذا يسمونه تيمبورال ريليشن شيب. ولهذا هاي الادفانتج مال منو؟ مال انترفيشنال ستدي كلش مهمه. مع ذلك طلاب انه تمام انه الانترفيشنال ستدي اقوى انواع الدراسات بس الا اكو ديس ادفانتج. The most important disadvantage of interventional study is expensive and time consuming. يعني تاخذ وقت. ليش؟ لان انا ضل اتبعهم وتكون expensive. ليش غالي؟ لانه هون الانفستيجيتور الباحث هو اللي راح ينطي الاكسبوجر فاكتور مثلا تريتمنت معين على حسابه ويرجع يتبعهم يرجع يتصل بهم يشوف ايش صار اوتكم. فتكون مكلفه وتايم تاخذ وقت. It doesn't represent real life situation because we control all other factor. منطق يعني نسيطر على كل انواع الفاكتور ما عدا الاكسبوجر. Ethical problem هوني دكتور طلاب هوني مهمه. Ethical problem ليش؟ There is some doubt about benefit or harm to the study subject. يعني انه هوني ethical problem ايش طلاب؟ انه لازم نتابع مع المريض ونتصل بينه ونرجع نخبره مثلا نقول له اتاخذ الفاكتور زين لازم نعمل فد انسنتيف مثلا حوافز مع الـ مع الـ مع الطلاب يعني العفو مع البيشنت لازم نعطيهم حوافز حتى اشنو انت عاد تاخذ العلاج يكون لازم كلش احنا كونتاكت مع البيشنت لازم يكون كلش كونتاكت مع البيشنت حتى اشنو لا مثلا حاشا لا يعني لا يكذب علينا يقول مثلا اي والله انا عاد اخذ هذا العلاج هو يجوز ما عاد ياخذه فلازم يكون كلش كونتاكت مع البيشنت احنا فيزيبيليتي بروبلم وير ات از ديفيكلت تو فايند ذا كنترول اند الكنترول نون اكسبوزد جروب مثلا طلاب هوني مثال A study in a city about vitamin C. هون شوفوا طلاب هاي يسموه visibility problem أنه دغيد ندرس مثلا على الفيتامين سي supplement ونشوف الديزيز إذا معين نشوف على له علاقة بالفيتامين سي. Here it was hard to find the control group. صعب هون أنه نختار الكنترول جروب. ليش؟ Because the majority of population use vitamin C supplement. يعني أغلبية ال population ممكن يأخذون vitamin C. فهون صعوبة أن ألقي الكنترول جروب. هاي الليميتيشن مال انترفيشنال ستديز. طلاب هوني اكو انواع عندنا ثيرابيوتيك اور سيكندري بريفنشن تريال. هوني ذا ستدي جروب ار ديزيزد مثلا ات از كونتاكتد اون ذا بيشنت تو ايفالويت الايفكت اوف سيرتن دراج اور بروسيجر تو مينيمايزنج سيمبتوم كومبليكيشن اوف ديث. طلاب شوفوا هوني مو شرط انه بالانترفيشنال ستدي هذا لا يعني لا يروح بالكم بعيد على الدراسات السابقه مو شرط انه البيشنت اقسمهم بيشنت يعني عندهم كيسات وكنترول لازم ما يكون عندهم ديزيز لا ممكن هوني يكون عندهم اثنين ديزيز يعني اثنيناتهم عندهم مثلا كونجستيف هارت ديزيز او كارديوفاسكولار هارت ديزيز يكون عندهم بس اغير ادخل فد ميديكيشن واقارن بين هل مثلا اثنيناتهم عندهم هارت بروبلم وانا اريد ادرس تاثير البيتا بلوكر اريد اقارن مثلا البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر فهوني راح اطعي مثلا بيتا بلوكر واشوف اقارن بين بين تو بيشنت يعني اثنيناتهم ديزيز ناس اطعيهم بيتا بلوكر وناس ما انطيهم وارجع اتبعه واشوف الريزلت مالي وارجع اعيد الدراسه ناس انطيهم كالسيوم شانل بلوكر وناس ما انطيهم بس اشنو هي بكل الاحوال اثنيناتهم ديزيز بس اريد اشوف تاثير الكالسيوم شانل بلوكر على الهارت ديزيز اقوى لو البيتا بلوكر يعطي نتائج احسن فهون لا يروح بعيد بالكم بعيد انه لازم يكونوا اثنيناتهم يعني واحد كنترول ولا واحد ديزيز لا ممكن اثنيناتهم ديزيز بس اشنو ناس اطعيهم اكسبوز فاكتور مثلا فد نيو تريتمنت او فد ميديكيشن او فد سيرجري اريد اعمل لهم سيرجري وناس ما انطيهم وارجع اقارن بين التو جروب فلهذا to study the best treatment for coronary heart disease it is the medical treatment or surgical مثلا cardiovascular disease treated by medication or مثلا surgery وارجع اقيس then we study the mortality rate نشوف between the two group فلهذا طلاب هون اللي اغيده منكم اغيد متفرقون يعني لا يروح بالكم انه لازم اقسم التو جروب ناس كنترول يعني مثلا ما كيسات وناس كيس مثل كيس كنترول ستدي بالكيس كنترول ستدي لازم يكون عندي تو جروب ناس ديزيز وناس نوت ديزيز لكن بالانترفيشن ستدي ممكن اخذ اثنيناتهم ديزيز وارجع اطعيهم فد نيو تريتمنت بدي اشوف منو اللي يتحسن اكثر فممكن التو جروبس ار ديزيزد
ال preventive or primary prevention trial conducted on healthy people. شوفوا ذاك النوع الأول كان therapeutic. يعني اثنات بدأ study group are diseased. هوني بالintervention study يعني ماكو شيء حددني طلاب. هوني ماكو شيء حددني. بس اللي حددني أشنو؟ أنه ناس exposed to the factor اللي أنت تنطينه وناس not exposed to the factor اللي أنت راح تنطين. يعني ناس يتعرضون يعني ناس تنطين ناس ما تنطيهم. بس اثنات بديزيز دكتور اثنات بديزيز ممكن. زي سير اثنات بنط ديزيز إيه ممكن. فهوني ما يحددك شيء. مثلا conducted on healthy people who are normal or risk develop. يعني هوني مثلا أريد أدرس التأثير اللقاح البوليو فاكسين على الأطفال. فأشنو هوني اثنانتم not disease اثنانتم healthy people بس أشنو احتمال are risk to develop polio. فلهذا أشرح أطعي ناس group 1 took full vaccine وgroup 2 ممكن يأخذون placebo. هوني أشرح أطعي أشني placebo فد مادة inner substance خاملة كل شيء ما بيها يعني هو ما treatment ولا فد درق معين حتى أشنو حتى أوهم المريض أنه هو عياخذ وده شوف أكو تحسن له لا. فهوني بالبرايمري ترايل اثنيناتهم healthy people بس أطعي فاكسين أشوف أكو مثلا أريد أشوف الإفكاسي مال الفاكسين. فلهذا took full vaccine الجروب 1 والجروب 2 took placebo. The result vaccination group was successful. تلاحظوا أنه اللي عياخذون فاكسين يكون عندهم إفكاسي أكثر. فهذا يسمونه primary trial. هون selection of the study group. اختيار للstudy group عندنا reference population والexperimental population. reference population represent the group which the result will be applicable. مثلا study to prevent MI. أريد أدرس مثلا دراسة على MI in male مثلا أخذ أعمار 45. ممكن reference population يعني إذا أنا دراستي أريد أدرس على MI وأريد أختار مثلا البيشنات مالتي أخذ مثلا من 45 سنة فوق. reference population اللي راح تختاره اللي جماعة الكنترول جروب أعتبره أخذ نفس الأعمار تقريبا هم أخذ من 45 سنة فوق. فهذا the reference population will be the male at 45 years of age. الexperimental population represent the group whom the study trial will be conducted. يعني مثلا أريد أخذ دراسة على الأطفال جوا الخمس سنين مثلا دراسة على الدياريا. أخذت أنا الأطفال اللي جوا الخمس سنين عند أدرس على الدياريا. الreference population أخذ الأطفال اللي ما راح أطعي مثلا الفاكتور أو الإكسبوجر بس يكون نفس الأعمار تقريبا هم جوا الخمس سنين. هذا يسمونه reference population والexperimental population. There should be sufficient outcome and complete accurate information. There must be good number of people in the study have outcome. مثلا ممكن يطعيني sufficient outcome ممكن recovery or death. Complete and accurate information. يعني especially information about the follow-up. هوني عندنا أهم شيء بالintervention study هي الفولو-up. لازم أتبعه. يعني مو أنطي مثلا treatment عندي دراسة على new treatment أريد أختبر هذا التريتمنت العلاج الجديد اللي عندي. لازم أعمل لهم فولو-up. لازم أتابعهم. The participant should be informed about the aim of the study. البوسيبل بينيفيت يعني اذا المشارك بالدراسه. لازم يعني انا مو اطعي اقول تعال حجي خذ هذا العلاج ادرس عليك. لا لازم يعرف البارتيسيبنت الايم اوف ذا ستدي. لازم يعرف يكون عنده علم على البوسيبل بينيفيت السايد افكت ذا بوسيبيليتي اوف هافينج بلاسيبو دورينج ذا ستدي بيريود. يعني لازم يكون البارتيسيبنت عنده علم بكل شيء بالدراسه. ليش اخذ العلاج حج على مود اشوف عندي دراسه هاكد ده احتمال راح مثلا اذا تعرف انه التريتمنت اللي راح تنطينه اللي هو الاكسبوجر فاكتور راح يعمل سايد افكت مثلا تطعينه فقد ادراك او راح يغير لك من اليورين كلر. حج اذا اخذت هذا العلاج احتمال كو اليورين مال الكلر مال اليورين احتمال راح يصير هاكد تطعينه علم. لازم البارتيسيبنت شود بي انفورمد اباوت اول ثينج. شوفوا راح بالدراسة أثناء الدراسة إذا مثلا دراستي 6 شهر اتبعتوهم عطيتوهم الإكسبوجر فاكتور وعاد اتبعهم معاهم راح يصير عندنا إكسكلوجن. يعني راح ينسحبون من الدراسة. مثلا different history of outcome under the study, different need for study treatment like someone diabetes we must give him a treatment and not a placebo. contraindication مثلا راح يصير عندي contraindication مثلا أريد أدرس على الأسبرين. هوني أنا ما أطيق أخذ جماعة اللي عندهم بيبتيك ألسر مثلا study treatment. مثلا عندنا diabetes we must give him a treatment not a placebo. هوني مثلا اريد اخذ دراسه على diabetes انا ما اطيق اطعي بلاسيبو. هوني ما اطيق لازم اطعي له دواء مع السكر اللي هو اصلا diabetes. فهوني راح تظهر لنا عده مشاكل.
شوفوا المشكلة الأولى اللي عندنا الفولنتير بايز. الفولنتير بايز do not represent the true community population on which will regenerize the study because not everyone will accept the participant. شوفوا أشنو الفولنتير بايز. مثلا جيت على أشخاص تطعوهم فد exposure factor وبعدين تتبعوهم، هو أشي قلت يقول لك لا أنا ما أخذ. ليش؟ لأنه أكو كثير من الأشخاص، هاي المشكلة اللي راح نعاني منها، أكو كثير أشخاص من المشاركين بالدراسة من راح يشوف راح تطعينه فد مادة دي أخذها يقول لك لا أنا ما أخذ because not everyone will accept to participate in the study. من شاف بيها شيء دي أخذه يقول لك لا أنا ما أشترك. هاي المشكلة اللي تحدث بالستادي. الراندومايزيشن allocation of individual to be included in the exposure status in a random. أهم شيء اختيارك للسامبل لازم يكون عشوائي، لازم يكون randomly. حتى إيش طلاب، حتى every individual in the study group should be equal chance، يعني لازم يكون عندهم equal chance لكلش أشخاص اللي عندي بالدراسة. That is to say every individual given equal chance to be allocated in the exposure or not exposure group. يكون عندي متساويا سواء هي من جماعة الـ exposure ولا من جماعة الـ non exposure group. هذا يسمونه randomization. وإشنو فائدة randomization؟ تقوي لي من الـ power of the study، يعني تزيد لي الـ power مال study. عفوا دكتورة بس سؤال. نعم. يعني نحن هون قلنا عشوائية، العشوائية ويصف بإيش؟ يعني إذا هي نحن لازم نختار مرضى معينة، مثلا ندرس على إدراك للمرض معين، نحن لازم نختار المرضى كلتهم اللي حاملين هذا المرض. يعني إذا جينا على البوبوليشن اخترنا عشوائي، إيش المنطق نمطيهم؟ هوني أسا راح أشرح الكمية، راح تجيكم سامبلينج اللي راح تاخذون بالاستعدادات الجاي، راح تشوفون أنواع السامبلينج اللي راح تاخذون بها الراندومايزيشن. هسا تجيكم بالاستعدادات الجاي. شوفوا طلاب، هون عندنا الستادي بوبوليشن، عندنا هون الراندومايزيشن سامبلينج سامبل بوبوليشن، هون عندنا الكنترول كومبريشن جروب والستادي جروب. هون ذا فيرست داتا كولكشن بيفور انترفينشن، قبل ما نعمل انترفينشن ناخذ داتا كولكشن، بعدين انترفينشن اطعيهم العفو الاكسبوجر فاكتور شعش عندي. هون نو مانيبيوليشن اور انترفينشن، هون اصلا ما عندي، ما ادخل عليهم انترفينشن. بعدين ارجع اعمل لهم لاست داتا كولكشن، وارجع هون من لاست داتا كولكشن سيم تايم ان جروب ستدي اند ذن كومبير. هون هذا راح يقرا لنا الاسوشيشن بين الديزيز اند الاكسبوجر از ذا ريليتيف ريسك. هون المقاييس اللي راح تظهر عندي بالانترفينشن ستدي نفس تقريبا مقاييس اللي تظهر عندنا بالكوهر. هم عندنا ريليتيف ريسك، هم عندنا اتريبيوتبل ريسك، وعندنا اتريبيوتبل ريسك بيرسنت، تقريبا نفس الشيء، نفس الكوهورت ستدي. فلهذا هذا مخطط على الانترفينشنال ستدي. اهم شيء عندنا الراندومايزيشن، بعدين اقسم الى تو جروب، كنترول جروب وستدي جروب. اخذ من الفيرست داتا كولكشن قبل الانترفينشن، بعدين اطعي الانترفينشن ارجع من لاست داتا كولكشن للاثنين وارجع اقارن النتائج. هذا مخطط توضيحي للانترفينشنال ستديز. الكومبلاينس maintenance of assessment of compliance. The compliance was the commitment of the study participant by the treatment. يعني التزام المشارك. لازم المشارك من يجيني على الدراسة لازم أتأكد إنه هو يلتزم له، لا احتمال ما يأخذ العلاج. Non-compliance is the major problem in the intervention. It is related to the complexity and the length of the follow-up. يعني إذا الدراسة مالتي طويلة فقط سنة، المشارك هوني راح يضوج، يقول أنا ظل سنة أخذ هذا العلاج. فلهذا هون النون كومبلاينس لها علاقة بالفولو أب. أشقد الفولو أب مالتي طويلة، المريض راح يضوج، يقوم يترك بدون ما يقلي، وأنا أش أضمن أنه عياخذ له لا. فلهذا أهم شيء حتى نعالج النون كومبلاينس هوني أنه ديفلوب هوني. شوفوا النون كومبلاينس ديجري أز ذا ستاتستيكال باور أوف ذا ستدي. يعني إذا النون كومبلاينس صارت عندي، معناته أن الباور مالتي راح تقل مال ستدي. ليش راح يساعدنا الكومبلاينس؟ ليش؟ انه المريض ما راح يتوافق معي، احتمال ديفلوبمنت اوف سايد افكت، يقول لك والله انا من اخذت هذا العلاج دكتور صار عندي هكذا قطعتونه. هذا اول مشكله نواجهها. ثانيا فورجيتينج تو تيك ذا تريتمنت، ينسى ياخذ. حج اخذته اليوم، لا والله ما اخذته نسيته، هاي ثاني نقطه. وذ درول فروم ذا تريل، اخذت منه موبايله وعد اتصل معاه يومين اتابعه، اشع مع الغفله اختفى.
choosing the alternative method ممكن اختار طريقه بديله بس هاي راح تاثر علي. The intervention become contraindicated. هون احتمال ما تقطعينه على غفلي مثلا اذا ما قال لي هو مثلا بيبتيك ألسر وانا قاعد ادرس على الاسبرين على غفلي صار بيدك بعدها هي ما يتيق ياخذ هذا العلاج فاحتمال يصير انه الانترفينشن اللي انا عضض عينه يكون كونترا انديكيتد. فهذه مشاكل النون كومبلاينس اللي تواجهني وهذه النون كومبلاينس اذا حدثت راح تقلل لي من الباور اوف ذا ستدي. انهيسمنت ايش انا اعالجه حتى نعالج الكومبلاينس انكلوجن اوف انترستد اند ريبل جروب يعني اختار ريبل جروب يعني مضبوط اطيق اتابع فريكوينت كونتاكت مع البارتيسيبنت يعني اتصل معه ودائما اكون فريكوينت كونتاكت ما اطعيه العلاج وانسانه. Under the calendar back of the study treatment in contraceptive pill ممكن use of a calendar back of a study treatment in contraceptive pill has on date on يعني contraceptive أكو بيله تاريخ تعد وتاخذ وأجي أشيك الشيت أشوف قاعد تاخذ له إلا إذا كان عندي دراسة على contraceptive. Provision of centuries يعني either financial or medical ممكن أطعيهم حوافز ممكن أطعيهم فلوس ممكن أطعيهم مثلا تأمين صحي أنا راح أحضر لك تأمين صحي حجي ممكن تجيني على المستشفى أعمل لك كل فحوصاتك ببلاش بس ممكن تلتزم معي. هاي حوافز حتى يعني تحفز المريض انه ياخذ الاكسبوجر فاكتور. زين ايش نطيق اشيك واتاكد منه؟ ممكن اطلع كل اسبوع اعمل سيلف ريبورت بنفسي اتابع مع المريض ممكن بيل كاونت اعدد الشريط اللي اخذه اشوف اعد شوف ايش قد كنت نقص منه حسب من تاريخ اللي اعطيته اعد الحبايات اللي كنت اخذها اتاكد. يوز بايوكيميكال ماركر اذا ما طقته ممكن استخدم البايوكيميكال ماركر مثلا يورين او فد مثلا اذا عضت عينه دراب ده شو اعمله تشيك لليورين اشوف ذا بريزنس اوف ذا دراك ان ذا يورين هذه حتى اطيق اقلل من النون كومبلاينس اللي تحضر لي بالدراسه. بلاسيبو بلاسيبو it is the non-treatment material هي مادة خاملة used in a control group in place of actual treatment ممكن أطعيهم مادة لأن احنا قسمناها جروب يأخذون exposure جروب ما يأخذون اللي ما يأخذون ممكن أطعيهم بلاسيبو باعتباره المريض راح يحسب أنه هو ما يأخذ علاج يعني هو لا مادة خاملة ما بيه أي شيء. The inactive vehicle or carrier is used alone or it is similar to possible in appearance and in administrative to active drug ممكن تنعطي بنفس الطريقة اللي active drug اللي يأخذوها. بلاسيبو are used to blind the observer يعني انا اريد اوهم الشخص اللي عندي بالدراسه انه هو يحسب عي ياخذ علاج بس هو ما عي ياخذ. And for a human trial the patient to which group the patient is allocated يعني انا هذا ياخذه ماده خامله ياخذها هو يحسب ما ياخذ تريتمنت هذا to blind the observer حتى لا يصير عندي حيازه بالدراسه. هوني مشكلته انه there is a tendency يعني شوف الطلاب ما ياخذ بلاسيبو تجي تساله ها حجي مثلا على دراسه معينه ها حجي قلت عندك الاعراض والله ايه والله بس اخذت هاي الماده انا كثير تحسنته هو باعتقاده هكذا. فلهذا there is a tendency of the patient to report a good result of any treatment هو بلعبه وبالاصل ما ياخذ شيء tendency او ايش قلب تريبورت سايد افكت لا والله انا بس اخذت له هذا هاي الماده انا هذا العلاج ما شكل عندي وجع راس ما بطل هو اصلا بلاسيبو بس على مود تو بلايند اوبزرفر. فهاي مشكله البلاسيبو اللي تظهر عندي. ستوبينج ذا رولز these are criteria for early termination or modification of the trial when the appearance of extreme benefit or harm from the early result يعني ممكن اوقف يعني اكو criteria مثلا done by external investigation based on experience of adequate of no, number of subject the statistical difference should be high يعني اكو stopping rule there are criteria for early termination or modification of the trial ممكن اوقفها اذا حدثت مثلا عندي side effect او ظهرت عندي بالدراسه مثلا statistical difference طار عندي statistical difference بيناتهم كلش عالي ممكن اوقف الدراسه. The power of the clinical trial to detect the mild to moderate difference تعتمد لي على السامبل سايز خلوها ببالكم الطلاب ايش قد السامبل سايز عالي ايش قد الايرور يقل عندي ايش قد ازيد الان مال السامبل الايرور مالت تقل. Total number can be increased by selection of high risk group and increase the length of the follow-up يعني اتبع الدراسة مالتي شوية ازيدها مع زيادة ايش السامبل سايز حتى الباور مال استدي ما تزيد عندي ايش قد الان قليلي الباور مال استدي تقل ايش قد السامبل سايز اعليها لانه ايش قد السامبل سايز عالي الايرور اللي راح تحدث عندي بالدراسة تقل.
ولهذا تعتمد على sample size and told the number can be increased by selection high risk group and increase the length of follow-up. شوية أطول دراستي حتى تجي لي نتائج أضبط. السامبلينج طلاب هوني أكو طالبة سألتني على السامبلينج بالنسبة للراندمايزيشن. السامبلينج اختيارنا للسامبل. A sample is a group of individual that is a subset of population. هو أشبه هو عبارة عن group of individual subset فرع من population يعني ماخذته من population and has been selected from the population in the same fashion يعني أختار مثل ما قلتوا reference يعني إذا أدرس على الـ MI من 45 فوق أنا الكنترول مالتي أخذهم هم تقريبا نفس الأعمار بس أشبه تكون أخذها random or haphazard يعني تكون عادة عشوائية. شوفوا انواع السامبل هون طلاب ركزوا معي اكو انواع السامبل عندنا سمبل سامبل اول نوع اللي هو السمبل سامبل. السمبل سامبل ريكواير ا كومبليت ليست اوف ايدنتيفايد انديفيدوال ميكينج اوف ذا بوبوليشن يعني مثلا طلاب هون انا عندي سامبل تشوز هاب هازاردلي ذا سايز بوبوليشن سمول يعني مثلا اشرح اختار احدد لي مثلا نمبر نمبر هون السامبل يكون كلش بسيط مثلا عندي مثلا السامبل 30 مثلا اخذ اكشن مثلا اذا عندي 30 مثلا حددتوا لي جروب من بيبل 30 شخص اختار لي مثلا اول 10 واطلع ارجع اختار لي غير 30 شخص اخذ لي ثاني 10 هذا يسمونه سمبل راندوم تكون سمبل راندوم يعني طريقة عشوائية بسيطة أخذ لي ثالث 30 جروب اللي أخذ 30 أخذ لي ثالث 10 أرتبهم أسماء وأخذ لي ثالث 10 مثلا يعني من الجروب الواحد أخذته أول 10 ثاني 30 أخذته ثاني 10 ثالث أخذته ثالث 10 هذا تكون سمبل راندوم وهذه أسهل نوع من الأنواع السامبلينج هذا the first one. السيستماتيك السيستماتيك هوني شوفوا طلاب from a random start in the first n هوني راح يكون عندي nth يعني اشنو nth شوفوا العفو sampling every nth as they are presented in the sampling site مثلا a clinic او شوفوا systematic sampling will not produce a random sample if a cyclical pattern is present in the important characteristic of individual شوفوا systematic sampling مثلا we choose unit or observation from the sample frame at regular interval. مثلا اخذت جروب 50 وغيت اختار منهم السامبل. انا ايش اعمل اذا مثلا الجروب مالتي او مثلا الجروب مالتي 1200 وانا عاد اريد اختار من هاي ال 1200 عاد اريد اختار مثلا 100 شخص. فايش اعمل؟ اعمل اقسم مثلا ال 1200 على ال 100 اختار رقم 12. اذا مثلا اذا 1200 على ال 100 اختار رقم 12 ولهذا ابدي مثلا من 12 ابدي من 12 وامشي مثلا في كل 12 اول 12 اخذتوهم ارجع بعدين اقف ارجع اقسم رقم اخذ ثاني 12 ابدي بالجروب الثاني فهوني هذا يسمونه سيستماتيك يعني امشي سيستم سيستم ولهذا قال لك every the first n يعني اخذ الخامس اخذ السابع اخذ التاسع هكذا وهون تكون معقده اكثر من السمبل فاقسم مثلا اخذ السامبل مالتي مثلا 100 واريد اخذ مثلا 50 اقسم ال 100 على 50 اخذ الخامس هكذا بس تكون معقده وشويه صعبه وتاخذ عندي وقت فامشي على الانث شو الخامس يطلع لي يطلع لي العاشر يطلع لي رقم 12 واخذ هذا الانديفيدوال او يسمونه او عندنا ثالث نوع يسمونه عندنا الستراتيفايد هون الستراتيفايد ايش معناته الستراتيفايد اقسم the group from which sample is to be taken first stratified on the basis of important characteristic هون اقسمهم على طبقات يعني مثلا age اقسمهم parity اقسمهم على weight into the subgroup ارجع اقسم هذا individual اقسمه حسب العمر parity الوزن such as each individual in subgroup had the same probability of being included in the sample but the probability are the difference between subgroup or strata يعني مثلا اقسمهم الى جروبات طلاب هوني مثلا كان عندي سامبل كبير مثلا تقريبا 500 ارجع هذول السامبل 500 اعملهم جروبات ايج حسب الجندر حسب الويت ذا سمبل راندوم اور سيستم از بيرفورمد اون ايش ستراتا يعني قسمتهم الى طبقات وارجع انا اختار من عندهم فهذا يسمونه ستراتيفايد طبقات تكون بس خلوها ببالكم طلاب اول ذيس سامبل اللي حكيتوا عليهم اللي هي السمبل والسيستماتيك والستراتيفات كلهم نعتبرهم probability sampling probability sampling هاي تحفظوها طلاب تكون عادة probability أكو نان probability sampling بس هذول أشنو يكونون عادة ما تأخذوها من ضمن المنهج معكم
هذا تشيك الوقت طلاب، شوف اشقد الوقت. اي نعم زين. هذا انواع السامبل، هاي تكون عاده مقسمه الى سامبل ستراتيفايد سيستماتيك، وعندكم النوع الاخير اللي هو سمونه العفو طلاب الجلستر. الجلستر الجلستر هو نيه طلاب انه ستيج سامبلينج ان ويتش راندوم سامبل اوف نيتشر جروبينج اوف انديفيدوال، مثلا هاوس هولد. هاوس هون الجلستر اشنو اذا سالتني؟ مثلا اخذ مدرسه، اخذ مثلا مجمع صحي، اخذ مثلا مستشفى معينه، يسموها جلسترينج. يعني اقسم البوبوليشن الى جلسترات وارجع اختار مثلا هاوس هولد، هاوسز ار سيلكتد اند ذن سامبلينج اول انديفيدوال وذن ذا جلستر، فهذا يسمون جلستر سامبلينج. وكل انواع السامبلينج هذول الاربعه هي ات از ابروبابيلتي سامبلينج. ليه هو الطلاب؟ اكو السؤال حتى اكمل الميجرمنت اللي راح ناخذها بالانترفنشنال ستدي. اوكي انت تفضل نحكي مع الدكتور. ارجع اقسمها على الريت ان دوز هو ريسيف بلاسيبو، اللي اخذوا البلاسيبو هذا يطلعون بيه الافيكاسي. الافيكاسي هذا بالنسبه لاول قانون عندنا. شوفوا هون الطلاب، another approach to reporting the result from randomized trial to calculate the ratio of risk into treatment group. يعني ممكن تطلعون relative risk، والrelative risk هوني نفس القانون مال الكوهورت ستدي، نفس القانون مال الكوهورت ستدي يطلع بيه relative risk. ممكن تحسبون attributable risk، ممكن تحسبون attributable risk percent. ثالث خطوة اللي هو هذا المخطط، هذا المخطط يسمونه الفايف يير سيرفايفل. طلاب هذا بس مجرد اطلاع علينه، انت ما مطلوب منكم مخطط او ترسموني مخطط، بس تلاحظون انه هذا فايف يير سيرفايفل كيرف ان تو هايبوثيتيكال بوبوليشن. شوفوا عندنا كيرف بي وكيرف اي. شوفوا الكيرف بي، لاحظوا انه الكيرف بي بدا يقل، تشوف مع 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 هذا بدا يقل، لكن الكيرف الاي بدا يزيد. هذا بس للاطلاع. اوكي بعدين عندنا القانون الاخر اللي هو هذا المهم هون حكينا انه عندنا another approach for expressing the result of randomized trial to estimate the number of the patient who need treatment. ليش هو need to be treated؟ يعني يحتاجون علاج حتى to prevent the death. اللي اش نطلع القانون ماله؟ واحد على عندنا نطلع الريت ان untreated group ونطلع الريت ان treated group، نرجع نطرحهم، نرجع نقسم الواحد على حاصل الطرح بين التو جروب، يطلع لي number of the patient need treated treatment. العفو طلاب هوي انا ما خليتكم مثال حتى لا طول عليك بالمحاضره، اكو مثال كامل بالعدنا بالابيديميولوجيكال اكسرسايز نطبق بها عليها هاي القوانين، واللي ما فهم القوانين ممكن بالعمل ارجع عيده واشرحها. لي هوني اكو سؤال؟ طلاب نبدي بالمحاضره الثانيه؟ دكتوره بس العفو، هاي المحاضره راح تكون على شكل ام سي كيو لو مطلوبه همين شرحيات؟ لان الصراحه ما ادري كلش الطلاب بصراحه هي الابيديميولوجي بحد ذاته كلها تجي اكثريتها ام سي كيو وحسابيه، لانه انت ما مطلوب تتعدد الادفانتج مال الستدي او الديس ادفانتج او تعرف لي نوع من الستدي، تجي اغلبيتها ام سي كيو. نعم دكتور. هسه سبت المحاضرة الأولى، أفتح لكم المحاضرة. العفو دكتورة، بس عندي سؤال يخص المحاضرة الأولى. نعم. اسألي. دكتورة بداية المحاضرة من ذكرتي عن الـ types الـ therapeutic or secondary intervention trial. نعم. قلنا إنه ممكن الجروبين يكونون diseased، وبالأمثلة مكتوب إنه أحد الجروب بتعمل على intervention بالميديكال تريتمنت والآخر سيرجيكالي. يعني هوني أشون الكنترول جروب اشو راح يكون؟ احنا عم نعمل انترفينشن معاهم اثنين.
لا شوفي انت عندك مثلا كارديو فاسكولار ديزيز بيشنت وعطيتي تشوفين انه الميديكال تريتمنت يفيدهم اكثر لو انترفينشن، فاخذ تو جروب اثنيناتهم هي ديزيز واثنيناتهم هي كارديو فاسكولار ديزيز، واحد انطينه تريتمنت الاخ ما انطينه ارجع اطلع نتائجه، ارجع اخذ تو جروب واحد هي هم اثنيناتهم كارديو فاسكولار ديزيز ادخل عليهم انترفينشن والاخ ما ادخله اشوف طلعت نتائجي افضل مشيت مع الانترفينشن لو مشيت مع التريتمنت للدراج وهكذا وارجع اقارن الريزلت. اوكي شكرا دكتور. طلاب هون عندنا تايب اوف كوزز اند كوزال اسوشيشن، هون عندنا طلاب